تقدر تخش وتعيش اجواء المباراه. بنتمرن قبل المباراه في يوم يا احمد في ملعب تدريب، ملعب سيء جدا، افتعل المشكله عشان يخليك تعيش اجواء المباراه وتعيش الاحداث وتعيش الوضع اللي انت هتقابله في السيناريو المتوقع. يعني لما كنا بنخسر كان يعني عنده استعداد انه ما يرجعش اللاعبين لمصر، فمش حاسس بالكلام ده وبالغيره دي عند لاسارتي. ولاسارتي كما تحدثت وقبل ان احدث مع كابتن عزيز واعيد الكلمه واردد من جديد واتفق مع كابتن وائل جمعه ان مارتن لاسارتي هو المدرب الافضل للنادي الاهلي الذي اتت له لاعبين في المرحله الاخيره، افضل مدرب اتت له او اتيحت له العناصر، اتيحت له الاموال، اتوا له بافضل العناصر حاليا الموجوده المتاحه للنادي الاهلي، ومع ذلك الاهلي غير مقنع حتى محليا، مبارياته مهتز فيها في بعض الاوقات، واليوم خساره ثقيله وخساره كبيره. يا احمد في اللاعبين المصابين، المصابين قبل ما هو ما يبقى موجود كان في مصابين كتير جدا، كله عاد اللاعبين واللاعبين كلهم موجودين وحاضرين تحت، ليس له حجه يعني بمعنى صح ليس هناك حجه كابتن لمارتن لاسارتي على هذا الاداء ولا هذا اليوم ولا على ادارته للفريق في الفتره الاخيره بصفه عامه. صحيح احمد، هو اخذ الوقت الان لكي لمعرفه اللعيبه، عندما تكون لك معرفه جيده للعيبه توظفهم في المباريات يعني هذا وائل يصلح مع فرق افريقيه ما لعبوا مع فرق، هذا يصلح مع فرق اوروبيه لعبوا مع فرق، هذا كل لاعب ومتى متى وقت انه توظيفه، التوظيف الصح اهم من الاستراتيجيه، لانك تعطي اللاعب وتخدم اللعيبه في وسط الميدان. كابتن في فرق بين الكاتشانه واداره الفريق، الاداره ككوتش وكمدير للفريق، الاداره هي قبل بدايه المباراه كما يتكلم وائل، وهو تحضير لعيبه ذهنيا، تحضير لعيبه تكتيكيا، لكن ايضا اثناء المباراه لازم تكون رده فعل من البدايه واضح بان هناك شيء، هناك حتى داخل المباراة يا عزيز، داخل المباراة ما يحصل موقف زي اللي حصل النهاردة، هو رد فعل موجود على الخط صح. الملعب هذا وقربه من اللاعبين بيبقى عامل ازاي، غير موجود، الحق اللاعبين افوق احول، ان انا ما شفتش مدرب واقف على الخط بيصحي اللعيبه يفوق 2-0 اقدر ارجع، 3-0 اقدر ارجع، انما 4 اسيب الامور تمشي مني. ده برضو في جزء منه على اللاعبين يا احمد، شخصيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، انا اتلم افضل اقرب مين القائد اليوم؟ مفيش موجود، حد موجود يلم اللعيبه، لا انا بتكلم بصفه عامه الاجمالي، اللاعبين اللي موجودين ما فيهمش، مش شرط سن كمان، ممكن اصغر واحد يعمل الموضوع ده، انما غاب تماما الموضوع ده، مش النادي الاهلي اللي يخسر بالشكل ده وبالطريقه دي ابدا يا احمد. فعلا اذا لابد من اعاده النظر في النادي الاهلي، في هذا المدرب وفي هذا الجهاز وفي هؤلاء اللاعبين، اليوم الخساره الكبيره، الخساره الاثقل والاكبر في تاريخ النادي الاهلي افريقيا، وامام من؟ امام مولدي سان داونز، الفريق الكبير، الفريق الذي قدم مردود رائع اليوم، فريق متميز، فريق يحترم، فريق قدم مردود رائع يستحق كل تحيه وتقدير، ولكن الاهلي اليوم لم يحضر الى هذه المباراه. كلمه اخيره كابتن عزيز عن هذا اللقاء وعن النادي الاهلي، وهل فعلا كما تحدثنا هل في امل في عوده ام لا؟ ما دامت هناك مباراه 90 دقيقه، هناك كما سجل ميلودي سانداوج 5 اهداف، الاهلي قادر انه يسجل، لكن الان اختيار اللعيبه المناسبه، ممكن انه احداث تغييرات اللي ممكن تخلق روح، تزرع روح جديده، الاهلي محتاج الى روح، مشروع اللعب، هناك مشروع فني،